أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: أنا امرأة لا أحضر حفلات الزفاف، ولكني حضرت منذ أيام حفلة زفاف ابنة أخي، وكان حفلا عائليا. حفلة زفاف ابنة أخي. أي نعم. وكان حفلا عائليا بناء على أنه لا يوجد به منكرات، ولكن كان فيه تصوير بالفيديو وآخر بالكاميرا، فهل يجوز التصوير بالفيديو وهل يجوز التصوير بالكاميرا، علما بأنني نصحته عن التصوير؟ وهل ينالني الإثم بحضوري لهذا الزفاف، وماذا يجب علي تجاه ذلك؟ لا شك أن التصوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، أيا كان بالفيديو أو بالكاميرا، التصوير كله حرام وكبيرة من كبائر الذنوب لشدة الوعيد عليه وهو منكر. فإذا حضره الإنسان يجب عليه الإنكار، فإن كان امتنعوا وإلا فإنه ينصرف ولا يجلس معهم. إذا لم يمتثلوا واستمروا على التصوير لا يجوز له الجلوس بل ينصرف. نعم.